دائما الخليل منتصره برجالها بسلامها بقبضياتها، وان شاء الله ان شاء الله لنا موعد وقد انتهت لتقوم زي ما حكى الشيخ وليد. شكرا لكم، بارك الله فيكم. وهي كمان تعالي لها حق كمان. الله، شو اسمك يا عمو؟ ميار. حنان. كل الاحترام وكف لميار كمان. يلا كل الاحترام لغزل، لميار، لملك، لكل اللي تخيلوا الزهرات هذول اللي جايين. عشان مين؟ عشان السلم الاهلي. شكرا لكم، بارك الله فيكم، نستودعكم الله. بنضل على اتصال وان شاء الله ما بنرجع بكره، بكون الموضوع انتهى. تسمع على خير. الله يعطيكم العافية جميعا كلهم باسمه ولقبه وكل عائلة الخليل. إن شاء الله كمان مرة بكون إن اجتماع بس على محبة وعلى أكلة يا أبو جهاد. يعطيكم العافية، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم متابعينا الكرام. تم الإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة ما بين عائلتي العوي والجعبري في الخليل. شو يا حبيبي؟ لا زلنا نتابع. جاهزة جاهزة. طيب إذا يعني نحن معكم شيخ وليد، يعني مرحبا بك، نحن معك على الهواء مباشرة يعني. لو ومرحبا بالأستاذ تيسير أيضا رئيس مدينة الخليل. لو أطلعتنا على طبيعة ما تم الاتفاق عليه وعلى ماذا اتفقت العيلة، تفضل. أول شيء الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله رب عز وجل بكرمنا وبكرم هذول الناس الطيبين بأمر الله، بأمر الله إنه يعني يتم الصلح ما بينهم. هذه فترة وجيزة يعني تعبنا نعدي منها، وإن شاء الله ربنا بكرم هذول الناس بالحل الكامل إن شاء الله. تم على ماذا تم الاتفاق بالضبط؟ خلاص إنه هيئة فيش إطلاق نار إن شاء الله تعالى في الفترة هذه، ولا في يعني طبيعة الحال الفيسبوك مش الفيسبوك والأمور اللي زي هذه. نعم شكرا. أستاذ تيسير رئيس مدينة الخليل، يعني كلمتكم في هذا الإطار، ونحن اليوم على يعني مكرم من الله بإنهاء هذا الخلاف وتوقيع اتفاق هدنة، تفضل. يعني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنالك جهود جبارة بذلت ولا زالت تبذل لوقف كل هذه المظاهر التي هي خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، وهي دخيلة على مجتمعنا. لم تكن في يوم من الأيام هذا من شيم أهل الخليل ولا من رجولتهم ولا من شهامتهم. إحنا بنقول إنه على كل واحد، ربنا حتى وعدنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. إيش أعطى؟ يعني قام بواجبه. إحنا مطلوب منا كل واحد إنه يقوم بواجبه، العشائر أن تقوم بواجبها، المؤسسات أن تقوم بواجبها، أيضا الجهة الرسمية وهي اللي يقع عليها الدور الأساس، لأنه كل واحد دوره بحجم موقعه عليها الدور الأساس أن تعمل بكل ما استطاعت أن تحقق الأمن والأمان، وهي التي تحدد الطريقة التي تحقق فيها الأمن والأمان. تزيد عدد أفراد الشرطة، تنقص عدد أفراد الشرطة، تزيد سلاح، تخفف سلاح، هذا موضوع. إحنا كمواطنين مطلبنا الأساس هو تحقيق الأمن والأمان حتى نستطيع أن نعيش بحرية وبكرامة. بدون الأمن والأمان ما في نهائي. عشان هيك إحنا بنقول يجب أن نبحث عن حلول، مش الحل بس المشكلة هذه. المشكلة هذه حتنحل اليوم بكرة، حتنحل بجهود الخيرين حتنحل. لكن أنا قبل شوي دعيت وكنت بداية فترة البلدية أيضا شكل ما يسمى بالمجلس الاستشاري، وأنا بقول اليوم يجب أن تتداعى مدينة الخليل برجالها ومؤسساتها والخيرين فيها إلى تشكيل مجلس المدينة ليكون مرجعية للمدينة في كل شيء، ليس فقط في المشاكل اللي بتدور. بالعكس يجب أن تكون مرجعية للضغط على كل الجهات ذات العلاقة لتحقيق حقوق ومطالب أهل البلد، لأنه أهل البلد كما هو معروف هم جزء من هذه المنظومة ولهم حقوق، وبالعكس هم يدفعوا أكثر مما هو مطلوب منهم.
تساهم الخليل بما يزيد عن 40% من موازنة السلطة، لذلك يجب أن ينظر إليها مش بعين عورة، يجب أن ينظر إليها بكل الأعين وكل المجاهر وكل النواضير، حتى يروا الخليل على حقيقتها. الخليل هي الخليل، هي تستحق، هي تشكل الرافعة الوطنية في الوطن، تاريخيا كانت هيك ولا زالت هيك، وإن مر عليها هذه الفترة العصيبة من الوباء أنا بعتبره، ومن المرض اللي بتعاني منه اليوم، لكن المرض كما هو معروف هو مدته قصيرة. السؤال الأخير، هل نستطيع القول لأهالي الخليل أن البلد آمنة مطمئنة وينطلق الناس إلى أعمالهم بشكل طبيعي يوم غد إن شاء الله؟ إن شاء الله بنطلقوا دائما، وإن شاء الله بتكون دائما آمنة، لكن هذا يتطلب منا المزيد من الجهد والمزيد من العطاء، وأن نقوم بواجبنا تجاه المدينة بكل النواحي، ليس فقط بالنواحي المشاكل، إنما بكل الاعتداءات على الحق العام، على الشوارع، على غيرها. علينا أن نشكل مرجعية، واليوم إحنا حتى تسند هذه المرجعية كل مؤسساتنا، حتى لا تبقى المؤسسة أمام الضغط لمحاولة إخضاعها لهذه الجهة أو هذا التنظيم أو ذاك أو هذا الجهاز الأمني أو ذاك. الخليل يجب أن تكون معبر عن كل أبنائها، مشاركة لكل أبنائها في كل أنشطتها وفي كل حركاتها، لأن الخليل هي لكل أبناء الخليل، لكل حراك الخليل، لكل عائلات الخليل، لكل تنظيمات الخليل، لكل شرائح الخليل. لا يمكن أن تعيش على رجل واحدة إذا ما كان هنالك، إذا لم يكن هنالك مشاركة حقيقية، منكون إحنا حرمنا الخليل من جزء كبير من الإمكانيات والجهود. شكرا، شكرا جزيلا لك رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة. إذا نستطيع القول متابعينا الكرام من هنا من منطقة دوار بالرشد وسط مدينة الخليل، تم الإعلان قبل قليل عن التوصل لاتفاق هدنة ما بين عائلتي الجعبري والعويوي لمدة شهرين، وعلى إثر ذلك تنتهي مظاهر إطلاق النار وحالة الفلتان التي عاشتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. أمنيات السلام للجميع، ليلة هانئة مطمئنة آمنة لأهالي مدينة الخليل، والسلام، كل السلام نتمناها لكل أبناء شعبنا. إلى هنا تكون وكالة جميديا قد انتهت من تغطية هذا الحدث المهم في محافظة الخليل، على أمل إن شاء الله أن نطلع عليكم في نوافذ أخرى نركز ونسلط فيها الضوء أكثر على إنجازات البلد وعلى تاريخها المشرف. حتى ذلك الحين هذه تحية للقاء.